بقولك يا كابتن، عايز 2 جبنه بالطماطم والنبي حبيبي بسرعه بس. لو سمحت يا استاذ، جبنه بالطماطم ممكن خد جبنه بالبيض والطماطم خليها لوحدها بره. هفهم حضرتك. طيب ارجع عشان لسه بيسلق البيض. على فكره انا من طنطا. اهلا وسهلا. بس فلوسي ضاعت. لا يابا، الشغل ده انا عارفه كويس، بتاع فلوسي ضاعت. انا شحات اصلا خالص. محدش جاب سيره ان انت شحات. قصدك بتلمح وانا بفهم. بلا ما افهم، انا شغلتي ان انا افهم. اللي يقول لي شحات بفهمه. خلاص يابا انا اسف. ما تزعلش يابا، حقك عليا. انا مش عادي وانت ما بتاكل، لان هو اقعد شويه لحد ما يسلق البيض. بيجيب الجبنه من هنا، واوعى تصدق ان حد ياكل موضوع جبنه لوحدها من غير بيض. لا، كل الطماطم على جنب والجبنه جوه الساندوتش محفوره في البيض. ايه ده؟ والنبي يابا الجبنه يابا بسرعه عشان تمام. ها يا مستني الجبنه من البيض زي اللي مستني الميه من الريح. انت ايه يا عمنا، انت شكلك كده مرهق، هتروح لبيتكم. عنديش انا. روح لاولادك. عنديش ما عنديش. طب روح لاخواتك. هما ما عندهمش ولا ما عنديش ولا مش شحات اصلا. يا عم ما جابش سيره حد ان انت شحات. لا اله الا الله، انت ما عندكش حد في الدنيا يعني؟ انت ايه يعني، ظهرت كده في الدنيا فجاه؟ كان عندي دنيا، عالم كبير دنيا، وكانت هي معايا. بس انا سبتها لان عشت بالطول بالعرض وعلى الجنب. مشيت على الجنب كتير. خدت ايه لما مشيت على الجنب؟ ولا حاجه. على جنبك؟ والنبي يابا الجبنه، عشان في واحد بيمشي على جنبه هنا. خدها من عقل انسان على الرصيف، وهتفتكر في يوم من الايام الرصيف ده قال لك ما تمشيش لوحدك، لان الايام هتسرسب بين ايديك، واليوم هتندم عليه وانت شايفه لو نزل من ضحضيره، يوم يضيع في يومك. اوعى تعمل زي يا ابني. اوعى اوعى. لا قوة الا بالله. اوعى والله وحياة عمرو. انا عمرو اللي كان بيبيع فول قبل الراجل بتاع البيض ده، كان واقف هنا وقلتها له.